لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذا هذا من آداب المشي إلى الصلاة أن يتطهر الإنسان في بيته، هذا أول شيء، ثم يخرج إلى الصلاة مع الجماعة في المسجد ويقارب بين خطاه لتكثر خطواته إلى المسجد، ولا يشبك بين أصابعه، يعني يدخل بعض أصابع يديه في بعض لأنه في صلاة، فمشيه إلى المسجد يعتبر صلاة، له أجر المصلي، فلا يشبك بين أصابعه، دل على أنه لا يجوز تشبيك الأصابع، تشبيك بين الأصابع لمن ينتظر الصلاة، ومن باب أولى لا يشبك بين أصابعه وهو في الصلاة. أما إذا فرغ من الصلاة فلا مانع من أن يشبك بين أصابعه، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.